مساء الخير. أولاً أنا بشكركم جداً، يعني بتمنى أنه يا رب إن شاء الله يكون الحلقة الأولى اللي شفتوها وبعد مقاطع من المسلسل عجبتكم ولا ما عجبتكوش؟ عايزة أشكر كل الناس اللي موجودة النهاردة، هم ما شاء الله كتير جدا، وعلى رأسهم مدام إسعاد يونس. عايزة أشكرها جدا جدا إن هي موجودة النهاردة. ماشي، بس كنت عايزة أقولها كده. عايزة أشكر كمان كل الناس اللي اشتغلت في المسلسل، من أصغر حد لأكبر حد. أولا نبتدي بالإنتاج، أستاذ إيهاب طلعت وهشام جمال. وهشام طبعا مش بس الإنتاج، هشام كمان هو اللي ملحن الأغاني. عايز اشكر امير تعيمه، هو اللي كتب لنا الاغاني. بشكر استاذ احمد الجندي المخرج الجميل جدا. وعايز اشكر كل الفنانين، وبشكر طبعا استاذ احمد جبر مدير التصوير وكرو الانتاج كمان اللي قاعدين هناك وراهم. وعايز اشكر مروه عبد السميع الستايلست، عشان هي كان عندها دور كبير كمان في رسم شكل شخصيتي انا شخصيا يعني. وبشكر بقى الفنانين الجمال اللي قاعدين معانا، فيديو او محمد سلام ومصطفى خاطر. معلش احنا ما قدرناش نحط لكم مشاهد كتير جدا لمصطفى، بس مصطفى هتشوفوا سربرايز يعني فظيعه في المسلسل ان شاء الله. اخر حد عايزه اشكره رامي جوزي، ميرسي انك تستحملني بتيجي معايا كل الحاجات.